معنا من غزة مراسل المملكة باسل العطار من جديد. باسل، أهلا بك مرة أخرى. المرتقب في الساعات المقبلة بعد القصف من لبنان، كيف تتوقعه الأوساط السياسية في قطاع غزة تحديدا؟ دعني أبدأ بالتطورات الميدانية حمزة. خمس غارات على الأقل شنت قبل ثواني من الآن، طالت مختلف المناطق في مدينة غزة. القصف الإسرائيلي كان عنيفا لعدة أحياء في المناطق، بالتحديد الشمالية وأيضا الغربية في المدينة. بشكل متزامن تمت عمليات القصف الإسرائيلية. أيضا كنا خلال البث السابق حمزة نستمع لصوت انفجار، وكنا نتحدث عن قصف إسرائيلي. الآن اتضحت الصورة، هو قصف إسرائيلي لمنزل كان مأهولا بالسكان، والآن الحديث عن انتشال أربع شهداء على الأقل أو أربعة شهداء على الأقل من تحت الركام نتيجة استهداف المنزل بشكل مباشر ودون سابق انذار من الطيران الحربي الإسرائيلي. القصف كان للمناطق الغربية لمدينة غزة، وبالتالي هناك خشية من ارتفاع عدد الشهداء بشكل أكبر، خاصة وأن هناك أنباء تتحدث أيضا عن انتشال شهيد على الأقل في قصف إسرائيلي طال محيط ما تعرف بمحطة بهلول في المناطق الشمالية لقطاع غزة. إذن عمليات القصف الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولم تتوقف. فيما يتعلق أيضا في المستوطنات، هناك الآن أنباء جديدة عبر الإعلام العبري تتحدث عن أن الاشتباكات الآن تدور بين مقاومين فلسطينيين وبين جنود الاحتلال في سبع نقاط محيطة بقطاع غزة، منها قاعدة زيكيم العسكرية وأيضا مستوطنة يتيد التي تسمع بها أصوات اشتباكات عنيفة بحسب وسائل الإعلام العبرية. وإلى جانب أيضا التأكيد على وجود عملية تسلل جديدة لمقاتلين فلسطينيين إلى مستوطنة أشكول الواقعة في المناطق الشرقية لقطاع غزة. بالعودة لسؤالك الآن، ربما عنف القصف الإسرائيلي في القطاع يجعل الآن الغزيون هنا يتابعون أكثر ما يحدث لديهم، لكن أي تطورات في أي جبهة أخرى يقرأها المتابعون بأنها ستساهم في التخفيف ولو جزئيا من حجم الضربات الإسرائيلية العنيفة التي تشن على قطاع غزة، خاصة ونحن نتحدث عن أن الفصائل ومنذ بدء هذه العملية وعلى لسان قائد القسام محمد الضيف قال أن أو دعا إلى تشكيل أو إلى تطبيق ما يسمى بوحدة الساحات في كافة المناطق سواء الضفة القدس أو حتى في لبنان وسوريا، وبالتالي في حال تطورت الأمور في المناطق الشمالية الجبهة الشمالية فإن المتابعين يرون أن ذلك سيزيد من الضغط على إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار في ظل التهديدات الإسرائيلية بالمضي في عملية أكبر في قطاع غزة، والتي بدأت بالفعل تأخذ الشكل العنيف باستهداف المنازل السكنية دون سابق إنذار والأبراج السكنية. وبالتالي الأنظار ربما تتجه بالنسبة للمتابعين إلى المناطق أو الجبهة الشمالية لكيفية سير الأمور بها. أما على مستوى المواطن هنا فالآن التأمين العائلات هو ما تسعى له أو ما يسعى له الفلسطينيون. كيف يؤمن الفلسطيني عائلته في ظل القصف الإسرائيلي؟ أين يتوجه؟ ما الخيارات؟ ما الاستعدادات لإمكانية مغادرة المنزل في أي لحظة نتيجة استهداف إسرائيل للمنزل المجاور أو حتى استهداف المنزل بشكل مباشر؟ ربما هذا ما يشغل أكثر اهتمام الفلسطينيين هنا. باسل، لم يكن هناك أي استعدادات من يوم الأمس لما قد يحدث من رد فعل إسرائيلي بعد ما بدأت عملية طوفان الأقصى خاصة على قطاع غزة؟ إذا ما تحدثنا على مستوى المواطنين فالاستعدادات هي ما تحدث مع كل جولة عدوان. هنا نتحدث عن حروب إسرائيلية متكررة
على قطاع غزة منذ عام 2008، باتت هناك ما يشبه نوع من الخبرة لدى الغزيين في التعامل، لكن هي خبرة وفق الإمكانيات المتاحة. نحن نتحدث عن بدائل محدودة تقريبا بالنسبة للمواطنين الذين يلتزمون منازلهم، لا يغادرون المنازل في مثل هذه الحالات إلا في حال اضطرارهم نتيجة قصف إسرائيلي أو تحذيرات إسرائيلية باستهداف المنطقة كما حدث في ساعات الفجر الأولى. وبالتالي البحث عن بدائل، ما البدائل؟ هي بدائل معدومة ربما تحدثنا بها خلال البث الماضي، إما الذهاب إلى أحد الأقارب أو المعارف، أو الذهاب إلى المستشفيات والإقامة بها، أو الذهاب إلى المدارس، وهي ليست خيارات مريحة إن صح التعبير إذا ما تحدثنا عن عائلات ونساء وأطفال، وخاصة وأن إسرائيل عندما تقوم بقصف أي منزل حتى في حالة التحذير هي تمهل المواطنين ثواني أو دقائق على أبعد تقدير للإخلاء، ما يعني أنك لا تستطيع استحاب أي شيء معك سوى الحاجات الضرورية جدا التي يتم تجهيزها في كل منزل فلسطيني من خلال حقيبة خفيفة الوزن ليتمكن تحمل بالغالب أوراق ثبوتية وما إلى ذلك ليتمكن من المغادرة، ومن ثم تبدأ رحلة المعاناة. وبالفعل هي معاناة كبيرة لا يمكن وصفها، نحن نتحدث عن منطقة تعد الأكبر كثافة سكانية على مستوى العالم، والأمور بها معقدة، والغارات الإسرائيلية مستمرة، والبدائل معدومة، والوضع الإنساني أيضا متدهور في ظل انقطاع التيار الكهربائي. 4 ساعات فقط في اليوم هي ساعات وصل التيار الكهربائي، وما عدا ذلك هي انقطاع للتيار الكهربائي بعد قرار إسرائيلي بوقف أو بقطع التيار الكهربائي من الخطوط التي يتم إمداد غزة بها والذي صدر يوم أمس. طيب باسل، هل لديك أي معلومات وما دقة الأنباء التي تتحدث عن أن السلاح البحرية الإسرائيلي قضى قبل قليل على 5 مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى منطقة زكيم شمالية الحدود من قطاع غزة، وما قبل ذلك نستمع إلى قصف جديد باسل في القطاع؟ نعم، عملية القصف لم تتوقف حتى نكاد لا نستطيع أن نحصر الأماكن التي يتم استهدافها في ظل شح المعلومات وعنف القصف وتزامنه في أكثر من موقع، يتم القصف في أكثر من موقع وبالكاد نستطيع تحديد أماكن هذا القصف، فقط نحدد الاتجاه على أبعد تقدير وهو في المناطق الجنوبية لمدينة غزة. أما فيما يخص الخبر، بالفعل تم تداوله في الإعلام الإسرائيلي أن هناك أن الجيش تمكن من قتل 5 فلسطينيين تسللوا إلى قاعدة زكيم. هذا الخبر جاء بعد بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اشتباكات عنيفة تدور في قاعدة زكيم العسكرية. بالمناسبة القاعدة بالأمس تم السيطرة عليها بشكل كامل من المقاتلين الفلسطينيين باعتراف جيش الاحتلال، وهي من القواعد المهمة في شمال القطاع ويستخدمها الجيش لتنفيذ الغارات على القطاع. لكن الآن مدى تأكيد هذه المعلومة ربما ننتظر تأكيد من الفصائل الفلسطينية سواء كتائب القسام أو سرايا القدس التي ينتمي إليها هؤلاء المقاومون، إذا ما كانوا بالفعل قد استشهدوا أم أنهم ما زالوا مشتبكين، خاصة وأن إسرائيل كما تحدثنا كانت قد أعلنت بالأمس عن إعادة السيطرة على كافة المناطق، لكن الحقائق الآن على الأرض وعودة الاشتباكات وحديث الإعلام العبري عن عنف هذه الاشتباكات يؤكد أن المقاتلين ما زالوا متواجدين، وهذا ينفي الرواية الإسرائيلية. لذلك ننتظر أن يكون هناك رواية من الفصائل تؤكد أو تنفي هذا الخبر. نعم، ولكن باسل الاشتباكات في محيط غزة هي ليست فقط في مستوطنة واحدة، أليس كذلك؟ نتحدث عن 7 نقاط وفق إعلان الإعلام العبري، يتحدث عن 7 أماكن منها مستوطنة يتيد ومستوطنة أيضا بلدة سيديروت التي تشهد اشتباكات أيضا على الرغم
من حديث الإسرائيلي عن تمكن الجيش من السيطرة عليها، لكن الآن الإعلام العبري يتحدث عن اشتباكات مستوطنة أشكول التي تمكن الفلسطينيون المقاتلون الفلسطينيون من التسلل إليها، أيضا تشهد اشتباكات قاعدة زيكيم، أيضا تشهد اشتباكات وفق آخر إعلان تم من الإعلام العبري، إلى جانب أيضا مناطق أخرى كنحل عوز وكفار عزة وأيضا بئيري التي أيضا تشهد منذ الأمس اشتباكات عنيفة وسيطرة كبيرة للمقاتلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من ما يمكن وصفه أو ما يتحدث به الإعلام الإسرائيلي أن المقاتلين يحتجزون 50 رهينة على الأقل لديهم في هذه المستوطنة، وبالتالي هم يسيطرون عليها بشكل شبه كامل. لكن قبل قليل، وهذا أمر أيضا بارز، هو الحديث الذي كان من أول فيديو الذي تم نشره من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، والذي أظهر تمكن مقاتليه من الوصول إلى إحدى القواعد العسكرية المجاورة لقطاع غزة والاشتباك، ومن ثم العودة إلى قطاع غزة بحسب بيان كتائب القسام، العودة سالمين، وهذا يدلل على أن الأمور على السياج الفاصل، ما زالت لم تصل لمرحلة السيطرة، وأن الفصائل قادرة على اختراق السياج والعودة من جديد إلى قطاع غزة، وهذا سيعزز من العمليات التي تتخذها الفصائل لاقتحام الحدود خلال الفترة المقبلة بحسب توقعات متابعين. نعم، استمعنا وإياك قبل قليل إلى سيارات أصوات سيارات الإسعاف باسل، رشحت أي أنباء حول استشهاد لغزيين جدد أو إصابات جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة؟ حتى الآن هي المعلومة الرئيسية هي استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في منزل تم استهدافه في المناطق الغربية لمدينة غزة. الآن سيارات الإسعاف هي لا تغادر أصلا شوارع القطاع بشكل كامل. الآن قصف جديد أيضا أسمعه. هذه هي الصورة حمزة، لا نكاد نرصد موقع يتم استهدافه إلا ويتم استهداف موقع آخر. هناك صعوبة كبيرة في تحديد هذه المواقع لأنها تتم بشكل متزامن وبشكل سريع، وأحيانا تتعمد إسرائيل أن تقلل من الفترة الزمنية بين عملية القصف والأخرى. نعم، ولكن باسل، يعني من صباح هذا اليوم ولغاية هذه اللحظة، ما هي المناطق التي تم قصفها؟ الأكثر استهدافا باسل، ربما جميع مناطق القطاع، لكن التركيز الأكبر على مدينة غزة وبالتحديد المناطق الغربية التي شهدت الأكثر القصف الأكثر عنفا. شارع النصر تم قصفه ليلة أمس بما يشبه الحزام الناري، ما تقريبا 10 قذائف تم إطلاقها بشكل متزامن باتجاه الشارع. الآن قصف جديد على ما يبدو أيضا بأن هذه الضربة قريبة من حيث تتواجد باسل، لأن صوتها كان مرتفعا. وقد تكون بعيدة حمزة، إسرائيل تستخدم قنابل تسمع أصواتها لمسافات بعيدة جدا. بعض المناطق التي تم قصفها بعيدة لكيلومترات عنا، لكننا نسمع صوت انفجار مشابه لما استمعنا له قبل قليل. حتى الآن بالعين المجردة لا أجد أي أثار لتصاعد دخان في المنطقة القريبة مني، وبالتالي أين أنت ربما الآن بأي منطقة بعيدة نسبيا، لكن هذا نموذج أيضا لكيفية القصف. مقر قناة المملكة يقع في مفترق السرايا في وسط مدينة غزة، نحن تقريبا في وسط المدينة بالضبط، وفي حي يسمى بحي الرمال، وتقريبا نحن في المربع الذي يعني يضم الأكثر مقرات صحفية وإعلامية في قطاع غزة. من هنا يعني نكون قريبين من أي منطقة استهداف، باعتبارنا في قلب مدينة غزة، سواء كان شرقية أو جنوبية، أو حتى إذا كان الاستهداف في المناطق الغربية الشمالية، نسمع صدى الانفجارات بشكل
واضح. طيب باسل بنقطة، هذا هو الحال ربما في غزة. نعم. حتى في من يتواجد في أماكن بعيدة يستمع لصوت الانفجارات التي استمعنا لها قبل قليل. نعم. قوات الاحتلال كانت قد تحدثت عن استهداف منازل القيادات في حركة حماس، هل هناك أنباء عن أبرز القياديين الذين تم استهداف منازلهم خلال هذا القصف؟ كان الحديث عن السنوار. لم أسمع سؤال جيدا حمزة. أبرز قوات الاحتلال كانت قد تحدثت عن أنها ستستهدف منازل القياديين في حركة حماس خلال الضربات الجوية والصاروخية على قطاع غزة، أبرز القياديين الذين تم استهداف منازلهم خلال عملية القصف هذه؟ تقريبا 10 منازل على الأقل تم استهدافها لقيادات حماس، منها منزل عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، منها منزل أيضا لزكريا معمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، منزل يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة أيضا تم استهدافه مساء أمس، إلى جانب أيضا استهداف منزل لعصام الدعاليس وهو مسؤول اللجنة الحكومية في قطاع غزة، إلى جانب أيضا قيادات أخرى، لكن المنازل مخلاة باستثناء منزل أحد قيادات حماس الذي كان يتواجد به نجله وزوجته وأبنائه، وأعلن قبل قليل عن استشهادهم بعدما تم قصف المنزل دون تحذير وبشكل مباشر أثناء تواجد نجله داخله مع عائلته، وتم تدمير المنزل وإخراجهم من تحت الركام ليلة أمس في حادثة هي مكررة ليس فقط لمنازل قيادات حماس وإنما أيضا لمنازل مدنيين تم قصف منازلهم بشكل مباشر وانتشال الشهداء من تحت الركام نتيجة الاستهداف المباشر.